جزاكم الله خيرا. يقول صاحب هذه الرسالة: بعض الأمهات يكثرن من الدعاء على أولادهن والتلفظ عليهم بألفاظ سيئة مع أن الولد لم يتجاوز العاشرة من عمره، ما هو توجيهه؟ لا يجوز للوالد أن يدعو على أولاده لئلا يصادف وقتها إجابة، فيتضرر الولد والوالد بهذا الدعاء. على الوالد أن يكون رحيما بولده مشفقا عليه، وأن لا يدعو عليه وإنما يدعو له، لأن صلاح الولد من نفعه له وللوالد، وفساد الولد أو ضرر الولد يكون عليه وعلى والده. يجب التعقل في هذه الأمور وعدم التسرع. الدعاء لا يجوز على المسلمين، فكيف بالأولاد؟ كيف بالأولاد؟ هم أحرى بأن لا يدعو والدهم عليهم إلا للمظلوم، فالمظلوم يجوز له أن يدعو على ظالمه، وكونه يصبر ولا يدعو أفضل. نعم.